مدارس أو ما إلى ذلك من الأمور الأخرى. إجمالا إحنا رح نحكي عن هذه القضية وعن هذه القصة، قصة الأمل، قصة النجاح، قصة التميز في الدقائق القادمة. لكن حتى هذه اللحظة أو نذهب مباشرة إلى ريم التوم، هي طالبة في الثانوية العامة من قطاع غزة تنضم وإيانا ومتواجدة في إحدى مراكز مقر الأونروا. صباح الخير يا ريم. صباح النور، يا هلا. اهلا وسهلا، كيف اصبحتي؟ الحمد لله بخير. اتضلي بخير يا ريم. ريم، عارفين عن نفسك في البداية، الاسم، مكان التواجد، ومن اي منطقة في غزة، يعني شوية معلومات للسادة المستمعين والمشاهدين. انا الطالبة ريم تيسير التوم من شمال قطاع غزة منطقة فتوام. هلا حاليا متواجدين احنا في مدرسة ذكورة ريم. نعم. طب ريم، انت في مرحلة الثانوية العامة صحيح؟ صحيح. اي فرع انت يا ريم؟ فرع ادبي. ومحمد التوأم اخوك باي فرع؟ فرع ادبي نفسي. نفس الشيء. طيب ريم، احكي لنا عن قصتكم. انتوا طلاب توجيهي، وبنعرف انه بحاجة لاجواء وبيئة خاصة لحتى يكون في دراسة بشكل هادئ، دراسة فيها تركيز، وعم بتحضروا بالتأكيد في عطلة هذا الشهر للامتحانات الوزارية. طبعا تعرض منزلكم للقصف ريم، صحيح؟ احنا عندنا الابرار صارت في البيت، لانه القصف كان كثير قريب منا، يعني قدام البيت قصف ارض قريبة منا، يعني تضرر البيت الشبابيك واضطرتوا تخرجوا. صحيح. نعم. صحيح. طب احنا من البيت. فاضطريتوا انكم انتوا تتواجدوا في هذا المدارس. كطالب الثانوية عامة، يعني كيف قررتي انك تواصلي في الدراسة انت وشقيقك التوأم محمد؟ احنا اول ما طلعنا بالليل وهيك، ما يعني ما كنت مثلا معايا اي كتب او اي دفاتر، لا انا ولا اخويا كمان. وما اخذت معايا اي كتب، يعني ما اخذنا معنا شيء، حتى يعني اجر الطريق واجينا على المدرسه. تمام، يعني احنا بدافع الخوف اكثر شيء انه طلعنا من البيت، يعني هذا اكثر شيء طلعنا. نعم. انا لما طلعت اخذت مع كتب، اول يوم ما كنتش ادرس، ثاني يوم برضه ما درستش، بعدين اخويا محمد انا احتجل، يعني احنا لو فيش منضل مش ضايل وقت على امتحاناتنا، اكثر شيء يعني موترني انه مش ضايل وقت على الامتحانات. تمام، وانا بستغل كل دقيقه عندنا في البيت بدرس فيها عشان اني احصل على معدل عالي على اساس اني اخذ منحه في الجامعه ان شاء الله. ان شاء الله معدل عالي باخذ منحه بالجامعه، فبوفر من الرسوم الجامعيه، لانه حيكون عبء في المستقبل على اهلي، لانه طالبين جامعه وفي كمان اختي معنا بتدرس جامعه، فحنصير ثلاثه. نعم. وتكاليف الجامعه عاليه جدا، فلهيك انه انا بحاول اني استغل كل دقيقه، حتى لو انه انا متواجده بالمدرسه بمكان غير مهيئ للدراسه. من ناحيه الدوشه اللي حواليا، الناس، القصف في الليل، يعني اكثر شيء بالليل انا بكون شويه هدوء الوضع، فاحيانا تكون قاطع الكهرباء في الصف اللي انا موجوده فيه، تكون قاطع الكهرباء، فباخذ جوال اختي اسمعان، باخذ جوالها وبضوي على الكتاب اني اراجع لو صفحه او صفحتين، انه ما اسيبش المنهج يتراكم علي. يعني ريم، يعني في مثل حالتكم بصراحة، في مثل الموقف الذي تمرون به بصراحة، ينتهي الكلام زي ما بنقول، خلص الكلام. قصف في ساعات الليل، انقطاع للتيار الكهربائي، تواجد، تخيلوا، دعونا نتخيل جميعا أن يكون طلاب في الثانوية العامة متواجدين في مراكز تابعة للأونروا بأعداد كبيرة من المواطنين، بأعداد كبيرة من الأطفال، بأصوات مرتفعة هنا وهناك، ربما بصراخ وبكاء لبعض الأطفال. تخيلوا هذه البيئة وهذه الأجواء، ورغم ذلك نقول أن هذه القصة المليئة والمفعمة بالأمل لريم ومحمد
هي التي بالفعل تعطينا الحافز والدافع لأن يعني تكون مثلا وقدوة يعني جميعا كل طلاب الثانوية العامة هنا في الضفة، أي يأخذوا محمد وريم قدوة يحتذوا بها بالإصرار والتحدي. ريم، كيف بتدرسي أنت ومحمد؟ يعني شو جدولكم لما بتصحوا من النوم طبعا وحسب الظروف اللي حضرتك ذكرتيها؟ احكي لنا أكثر، كيف بترتبوا جدول اليوم؟ يعني احنا لأول ما بصحى من النوم وهيك طبعا بغسل، تمام، بعد هيك بنفطر، بكونوا اهلي متواجدين معي، انه يعني تقريبا على العشرة هيك بكون ما خف الناس اللي بكونوا بالصف معي، بكونوا خفوا، يعني اغلب طلع برا الساحة او نزل لتحت، تمام. فانه في الوقت هذا من الساعة 10 ل 11 ونص 12 ما بكون يعني حدا، واختي بتطلع الكل برا عشان تخليني انا واخويا جوا لحالنا، تمام. فندرس ساعتين، بعدين انه بيجي الناس مثلا بيكون في دوشه كثير حوالينا، ما يعني بكون من غير تركيز، ومن غير تركيز ابدا، او ممكن اذا ما كانت الدوشه حواليا في المدرسه بيكون من اكثر من برا، يعني من القصف. يعني قبل شويه سمعت صوت اكيد الغارات اللي صارت، فكل هاي الاشياء يعني بتشتت تركيزي بشكل كبير. وغير هيك انه انا يعني في الليل بكون بحاول ان استغل فترات الليل لما بكون نايمين، تمام، انه يعني اقل ما فيها بكون هدوء من ناحيه الناس، يعني انه ما في اصوات للناس او حركه او هيك، يعني بحاول ان استغلها. بس برضه ما برتاح ليس لانه بالليل بكون صوت القصف يعني برا شغال بشكل كبير، يعني حوالينا بكون القصف بالليل، يعني انتم بتشوفوا كيف القصف بكون بالليل، صحيح، عنيف جدا واصوات عاليه كما نشاهدها طبعا عبر شاشات التلفزه. نعم، غير هيك ما بيكون كهرباء، تمام، بالليل، يعني اغلب الاوقات في المدرسه اللي انا فيها بتكون الكهرباء قاطعه. انا درست الكترونيا، على الانترنت، فانا ما بفوت النت ابدا، اذا ما فيش عندي نت حتى الجوال، يعني لما بدي باخذ جوال اختي او ممكن اني اشبك بطاقه من برا، اطلع برا اني احاول اشوف لو نطلب المود بالزوم على الموقع التعليمي، على موقع روافد، اني افوت اشوف لوين وصلوا المعلومات، ايش نزلوا اختبارات، يعني بحاول اتابع رغم عدم توافر الفرصه او عدم اتاحه الفرصه انه اكون موجوده او متابعه في الدروس الالكترونيه والصفوف الالكترونيه. يعني نعم، يعني صعوبه اكثر لسه زي ما ذكرت ريم بانه التعليم الالكتروني، فهي بتضطر انه يكون موجود في التيار الكهربائي، بحاجه انه يكون في كهرباء وبحاجه انه يكون كمان في الانترنت. طب ريم، كيف تتعاوني انت ومحمد في الدراسه، خاصه انكم موجودين في مراكز كما نقول يعني او اماكن الملاجئ كما انجاز التعبير نسميها التابعه للامور والمدارس على وجه التحديد، موجودين في المدارس، استغلتوا انه وجود اللوح او السبوره، فكيف بتتعاونوا؟ بتدرسوا بعض؟ بتفهموا بعض؟ بتدرسوا مع بعض؟ احكي لنا اكثر عن هذه التفاصيل. هو كيف احنا في شغله الدراسه بالاغلب احنا بنحفظ، تمام، واختي بتسالنا، يعني اسمع بتيجي مثلا بتحدد مثلا بتقول لنا اقرا مثلا الدرس هذا الوحده هاي اللي اسالكم فيها، فهي بتساعدنا يعني بهاي الشغله في انه شغله الاسئله. بينما انا ومحمد بنتشارك اكثر بدراسه الرياضيات سوا، او اذا هو مش فاهم مثلا فقره انا بفهمه وهيك يعني. نعم، ومن الصورة اللي احنا شايفينها طبعا بعرفش، انا اعتقد انه هذه مادة مبحث الرياضيات، صح يا انوار؟ مبحث الرياضيات في صورة وكأنه في المصفوفات او ما الى ذلك، صح؟ انا هيك بتذكر. فبتدرسي انت ومحمد يا ريم، ريم بتكتب ومحمد الاستاذ، صحيح؟ هو كان وقت انا خليته يشرح السؤال، يشرح السؤال عشان يعني اتاكد انه فهمه وحفظه. يعني احنا بانتظار ان شاء الله، وهي في مطالبات هون عندنا من مشاهدين والمتابعين، المفروض وفاء نضل حافظين اسم ريم عشان يوم النتائج ان شاء الله نستنى اسمها من ضمن الناجحين والمتفوقين. ريم ومحمد التوم التوأم طبعا من قطاع غزة، تحدوا الظروف وواصلوا المشوار، وما فيش شيء ممكن يوقف في مشوار العلم بالنسبة لكم.
ريم أول شيء بتوصلي سلاماتي لأسمهان، احكي لها يسعد صباحها ومشكورة جدا على الأسلوب اللطيف في الاتصال والتواصل، وبتمنى لإلك ولمحمد كل النجاح والتوفيق يا ريم، وإن شاء الله تبشرونا بنجاحكم في الثانوية العامة. ماشي يسعدك، بس بدي أنا أقول لك شغلة كمان. تفضلي. يعني أنا بالرغم من إنه الظروف اللي إحنا عايشينها هنا صعبة جدا، إلا إنه أكثر ما بيشغل تفكيري وتفكير أخويا، ومش بس أخويا وإمي وإخواتي كمان، إنه أبويا الله يعطيه الصحة يا رب ويبعث له سلام، إنه هو مقيم على رأس عمله. تمام. يعني صار لنا فترة طويلة، يعني من أول ما بلشت الحرب لهلا أنا ما شفته ولا. وين بيشتغل الوالد ريم؟ هو بيشتغل سواق إسعاف في مشفى الأندونيسي. الله يحميه يا رب، هو وكل الضباط الإسعاف والكوادر الطبية، وإن شاء الله يا رب يعطيهم الصحة والعافية وتشوفوه بأسرع وقت ممكن ريم. ومع ذلك إحنا بنتحدى كل وقت بمر، كل شيء بيصير كله فدا الوطن وفدا القدس، وكلنا أبناء هذه الأرض وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. حبيبتنا ريم الله يسعد صباحك، يعني شوفوا ما أحلى العقلية، شوفوا ما أحلى النفسية. ريم أنا سعيدة جدا بالحديث معك، وبتمنى لك إن شاء الله دوام الصحة والعافية والنجاح والتميز لك ولي التوأم أيضا محمد. بشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت اللي أعطتينا، يا طبعا نعرف وقت طلاب الثانوية ثمين جدا، فبشكرك على هذا الوقت، وإن شاء الله كل التحدي لك وكل التوفيق والنجاح والتمجز. وعلى قولة البعض شكرا طبعا لريم التوم، طالبة في الثانوية العامة من قطاع غزة، ونواصل مع حضراتكم في المشوار. وهنالك مشاركة بتقول احنا وفاء عنا بيكون الطلاب تحت الكونديشنات، أو بالأحرى خلينا نقول تحت المكيفات، مدللين ونايمين، وإمه بتحضر له الفطور ومحمل أهله جميلة إنه بيدرس. طبعا يعني هاي في بعض هاي النوعيات، وأنا مع هذا المشاركة في بعض هذه النوعيات، وفي منهم لحالهم بدهم مش حدا يحكي لهم ادرس وما تدرسش، لأنه عارف إنه عنده مرحلة ولازم يمر من خلال هذه المرحلة، وإنه العلم هو نوع من أنواع المقاومة. وأصلا أكثر شيء بغيظ الاحتلال إنه الشعب الفلسطيني متميز بعلمه وتعليمه، ومتميز بالمراكز اللي بيحصدها في مختلف الأماكن، خاصة أهلنا في غزة من أكثر ما شاء الله الأسماء اللي بتتألق في سماء العلماء والمتميزين على مستوى العالم، مش بس على مستوى غزة وعلى مستوى فلسطين. بالعكس، وين ما بنروح بنلاقي الفلسطينيين موجودين في مراكز وفي مسميات ومستويات عليا جدا. إجمالا أيضا الدعوات هنا تصل لريم ولمحمد التوم من قطاع غزة. أحلى شيء إنهم هم عائلة التوم، هم توأم، فبنفرقش إحنا بنحكي التوم ولا التوأم. في هنا رسالة بتقول يا رب الله يحماهم ويوفقهم ويكونوا المتفوقين إن شاء الله. الله طبعا يا رب دائما وأبدا. مشكورين على هذه الكلمات الطيبة، وهدول الغزاوية الرائعين بالتأكيد اللي إن شاء الله دائما بضلوا وبنضل إحنا رافعين راسنا بوجودهم. بنكمل معكم في مشوارنا ولكن بعد الفاصل.